فقراتنا سنة 2021 بتكون متنوعة، حرصنا من خلالها أن نتميز. اجتهدنا ولكل ما اجتهد فينا كان له نصيب. هالسيزن الناقدة ليلى أحمد وفقرة لسعة نحلة. حجم السفه والفكر والسخافة والتوغل في المادية راح تاخذنا بجولة في الدراما الخليجية والكويتية من وجهة نظر نقدية، والزميلة ريهام الحسن وفقرة سيرة نجم. اليوم راح أتكلم عن شخصية جميلة ورقيقة بتناول فيها مسيرة فنان ترك بصمة على الساحة الفنية، ومع فقرة ربع الدوانية بندخل دوانية فنان ونتعرف على راعيها من خلال ربعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسمع سوالفهم ونشوف غشمرتهم ولعبهم، وبنكون على موعد مع الدكتور خالد الشطي وفقرة حكاية سجين. والله رفيجي محكوم 180 سنة. راح نسمع معاناة سجين من داخل الزنزانة، ولأن الكويت حلوة حبينا في فقرة لوكيشن نتعرف على أماكن سياحية وتراثية وثقافية بعيون مشاهير هالديرة. طبعا اليوم أنا رايحة لمكان جديد وأول مرة أدري أنه بالكويت، فقلت لازم أنا أروح أشوفه وأزوره وأقعد فيه. والزميل سعود بوشهري وفقرة في الصميم وحوار صريح وجريء من خلال 10 أسئلة. بلش التسجيل. عبد العزيز المسلم فنان ومنتج ومؤلف كويتي، مساك الله بالخير. وبيكون معنا عبد الله الكشتي وفقرة يوم في حياة مسؤول. شنو أول شيء جاب بالك؟ شنو أول شيء سويته؟ في هالفقرة بنزور مسؤول في مكتبه بيحكي لنا شلون تكون حياة المسؤول في يوم واحد بس.